مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم الجزائرية شو نطلعوا عليكم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس في سهرية رمضانية بامتياز مع فنانين كما في كل مرة نقولكم من الصف الأول، مع ممثلين اللي حبيتوا من خلال مسلسلات لايت مر عبر قناة الجزائرية وان العمل الجمعوي كذلك حاضر باش نشجعوا شبابنا اللي راهم منخرطين في مختلف الجمعيات، كذلك الكرونيكور اللي محضرين معنا اللي تحبوهم وأكدتوا لنا أنكم تحبوهم ولازم يكونوا حاضرين معنا. دون إطالة نرحب بالممثلة الصاعدة اللي عودت برزت نفسها من خلال مسلسل يما اثنين صابرينا تاج زيريا راهي حاضره معنا، مرحبا بك. شكرا على قبولك. شكرا، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. شكرا على صحه رمضانكم وصحه فطوركم. يعطيك الصحه. كذلك في ركن الجزائر ايجابيه ياسمين عمريش اللي منخرطه في جمعيه ناس الخير، مرحبا بك ياسمين. ميرسي بوكو، صحه فطوركم، ميرسي بور لانفيتاسيون. وجيتينا بالتيشيرت تاع ناس الخير. وي وي باسكو اون فيت جو فيان تيرمين لو سيرفيس دونك جي ديريكتومون. يعطيك الصحه. يا لا ماكييوز. يعطيك الصحه. انتم راكم يعني الجمال بافعالكم. وشكرا على قبولك دعوتنا ياسمين. حمزه زكار اللي اليوم راح يدير بنا دوره اللي الدوره عندها علاقه بالفنانه اللي حاضره معنا بلا ما تقولنا شكون. اكزاكتومون. بصح خير النساء، صحه فطوركم الجمهور الكريم. سعيد جدا اني نكون مع اخواتي مع المتألق حسن وعبدو، ان شاء الله نجوزوا سواري مليحه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا حمزه. يا بشير. حسن المتألق، مرحبا بك. شو متألق؟ هذو متألقين، هذو شبيبه تاعنا متألقين. لا الا لا الا السهريه هذه باش نعطوا شويه الترفيه شويه للمشاهد الكريم اللي هو منه نتنفسوا حنايا ومنه اللي نطلوا اكثر ونتألقوا اكثر، هو اللي يخلينا باش نبرزوا. كذلك نرحبوا بالصعود ان شاء الله تصعدي الاكثر ان شاء الله ان شاء الله، وبقاي في الدرجه الاولانيه ومش طالعي بالعقل. بيان سور. اما العمل الخيري دائما نشجعوه ودائما نقولوا دائما ناس الخير اكثر من 10 سنوات هما في العمل الجمعوي والعمل الخيري. ان شاء الله ربي يوفقكم كذلك. وحمزه دار الدوره الكبيره ووليدي العزيز ما نقدرش نفهمك العزيز الغالي. حسن بصح طولت علينا حسن. مازال ما الخلفه. بصح عبدو حنا عندنا ورقه وسياله ولي زابسون نكتبوهم. تماركي لي زابسون. راني ماركي انا يا عبدو. مشاهدينا الكرام. ما كاش منها. ما كاش منها. المشاهد راه يتبع فينا كل سهرة على بالي شكون. نعم كاين امور وكاين. نعم كاين تصويرات وكاين ارتباطات على بالك كل الفنانين. عبدو اشكا صحة فطورك ومرحبا بك. عليكم انسه صباح الخير. قصدك كيفيه تكونفليكسيني حسن؟ خليني نهضر، خليني نلقي المسائيه على الجمهور. الله مساء الخير الجمهور العزيز، مساء الخير الجمهور اللي حضر معنا، مساء الخير ليزانفيتي الكرماء والاعزاء. ان شاء الله نجوزوا ليله خلويه وصحه فطوركم وصحه رمضانكم. ان شاء الله. يعطيكم الصحه. دون اطاله مشاهدينا نروحوا نبداو بالموسيقى، الموسيقى الراقيه، الموسيقى اللي تدخل كل البيوت الجزائريه. نروحوا نكتشفوا الفنانه اللي حبت تكون حاضرة من أجلكم أنتم مشاهدينا تحت تصفيقات الجمهور اللي راح يرافقنا اليوم. Thank you.
الأغنية الأصيلة الأغنية العريقة راهي بصوت اليوم ريم حقيقي تحت تصفيقات الجمهور. مرحبا بريم حقيقي الفنانة المتألقة اللي في كل مرة تحاول أنها تحافظ على تراثنا الجزائري من خلال صوتها من خلال أدائها وكذلك من خلال يعني حتى الأزياء الجزائرية اللي تحاول ريم حقيقي في كل مرة تحافظ عليها حتى تكون إن شاء الله سفيرة الزي التقليدي والفن العريق في الجزائر خارج الحدود. مرحبا بك ريم حقيقي وصحة رمضان. صحة رمضانك وصحة فطورك. الله يسلمك. صحة رمضانك صحة فطوركم صحة فطور كل الشعب الجزائري. شرفتينا اليوم ونورتينا. الله يسلمك شرف ليا. يعطيك صحة نخلوك ترتاحي ريم حقيقي بعد هذا الأداء الرائع. حسن كركش على بالي باللي تلفت لك الهضرة. عزيزة تحكي قول لك تلفت لك. بالعكس الناس ريم والله يا عادة ريم ما يحشمش هو بصح اليوم راهي الهضره راحت هو حمار ولا لا بالعكس لا احترام للضيفه والقوه تاعها تاع اليوم اللي جاتنا بصوت قوي جدا وثاني صافي لونطون ما شفتهاش ريم. نعم نحييو كذلك في كل مره الاوركستر ديالنا ديال برنامج الجزائرية شو في كل مره يكونوا في الموعد في كل مره يرافقوا الفنانين اللي هم حاضرين معنا فنحييهم من هذا المنبر. اللي رافق على اساس القانون يعني فريمون. نعم كذلك نعم نحييوه. نحييو كل الجو. الجو اكيد ولكن زاد القانون يعطي روح. هذا هو الفن. هذا هو الفن العريق. اذا ريم حقيقي قولي لي لاباس مع رمضان؟ لا الحمد لله يا ربي نعمه. نعم ريم حقيقي نشوفوها هكذا في البرامج ولا في لما تدير فيديو كليب ولا تكون معروضه نشوفوا الجمال نشوفوا الرقه نشوفوا فهل نقدروا نتخيلوا ريم حقيقي تدير الشربه ولا الجاري ولا البوراك وتكون في المطبخ يعني طبعا تجهز في المائده طبعا طبعا تحبي ناوي نحب المطبخ بزاف نحب البوراك والحريره وكل شيء. نعم لانه ريم حقيقي تحب تاكل مليح وتحب وي نحب نحب شويه لا كاليتي في الماكله يعني نعم. تكون بنينه وفي كل مره لما نعرض الفنانين ريم حقيقي نقول انه هل مازلنا محافظين على ريحه رمضان انتم مثلا هل مازالكم محافظين في المدينه ديالك ولا في الاسره على ريحه رمضان؟ طبعا طبعا بيان سور حافظين كل شيء كل يعني كيما بكري كيما اليوم نديروا كلش كامل واش كنا نديروا وقت جدودنا رانا نديروا نعم حتى الاطفال نعلموهم للدراري نعم للاجيال القادمه. نروح لمسلسل يما مع الممثله صابرينا الممثله الصاعده صراحه انا شبهتك لسهيله معلم على بالي شي لا قالوها لك ولا لا يقولوها لي في لي كومونتير يكتبوا لي بلي تشبهي سهيله معلم. نعم نحييو سهيله من هذا المنبر. اذا صابرينا الاصداء كان معنا محمد بونوغاز وقلت له انه الاصداء بعيدا عن يعني كل ما هو إعلام ولا كل ما هو قنوات ما يحكى في قناة الجزائرية وان لكن عنده صدى موسم 2 اللي ما كان له صدى في الموسم الأول ولكن حافظ على نفس الصدى في الموسم 2 تيك كيفاش هاي هكذا لي كومونتير على المسلسل بارابور لو سيناريو في لا سيزون 2 شغل فيه لو كونتوني تاعو il est plus chargé à la saison 1 كاين plusieurs histoires يعني بارابور لا première saison des histoires reliées bien sûr parce que كل واحدة شغل عندها un lien avec l'autre histoire exactement donc كل حاجة مترابطة فوالا donc la saison 2 le fait que معمرة هذاك هي الحاجة اللي خلات تميز هذا العمل exactement. نعم قولي لي صابرينا انت تشوفي المسلسل في المنزل هكذا ولا تسناي الاصداء يعيطوا لك صابرينا كنت مليحة صابرينا لا فيغيتي شوفي انا كنت مكسلة نقول ماما كي تلحق 22 ساعه عيطي لي نجي نجري نروح نقعد نشوف في الفيلم ديالنا لي زوتر كاع ما نشوفهمش يلحق يما نروح نقعد نشوفو يعني لوتو كريتيك صابرينا لما تشوف نفسها تقول انه هذه عملت مليح هاد لا سيكونس هذه جوري دو هي كل واحد ما يعجبش روحه في لا تيلي وكان عجبو روحنا لا صوت لا صوره حتى الصوت كما يقول لو كان تعجبي روحك ديجا في لا تيلي يعني سي بون تحبس تما نعم يفو كل واحد اشاك فوا ما يعجبش روحه باش يزيد يتقدم سينو كان يعجب روحه سي بون ما يزيدش يمد اكثر في في التمثيل ديالو صح كاين بعض الشخصيات والانسان يحب هذيك الشخصيه تعجبو الشخصيه هذيك الوغ يفرح بها كي اداها
الوغ ما ندخلوش في يعني كاين بزاف شخصيات انيسه اللي كاين ناس ما كانوش مقتنعين بها ولعبوها ولكن ادوها بطريقه جيده معناتها يعني عند الناس عجبتهم يعني اكيد نعم. انا هذا واش حبيت نقول حبيت غير ماشي معناتها ما تحبيش شخصيه ما نحبوش روحنا في التلفزيون لانه نحوسوا الاكثر ونحوسوا نرضيو المشاهد الكريم ولكن في بعض الحالات نحبوا روحنا كذلك انا على بالي بلي صبرينا الناس عجبتهم بيان سور نعم صبرينا ممثله نقولوا انه كنت ديري الاشهارات هي انت معلمه اللغه الفرنسيه بلا كنت غلطوا جام بيان لو فرونسي مو انيسا جام ابروندر لو فرونسي جو تو فري دي كور مال يا خلاص عندك دروس خصوصيه اذا معلمه اللغه الفرنسيه فكيفاش دخلتي المجال الاشهارات من بعد التحقتي بالتمثيل من خلال مسلسل يما الواحد واثنين الوغ هي باش نكون اونيت معكم في ديبي كنت في قرايتي نورمال كنت نقرا في لوانس تاع بوزريعه ومن بعد جا واحد النهار عندي مون بو فرير سي ان اسيستون رياليزاتور دونك ا شاك فوا كان يوري لي زعما نشوفو في الدار يوجد دي تو جو مي سوي دي قلت علاش ماشي انا تاني ندخل هاد الدومين اون بليس ديجا كي كنت صغيره كنت نحب نمثل كنت مع اختي شغل شاك ويكاند نوجدو حاجه ونقولو لي بارون تاعنا استناونا في الصالون ونديرو لهم لو شو زعما في الدار الوغ واحد الخطره كان عندك اقبال يعني تدخلي لهذا المجال قلت لك الوغ خطا سمعت مون بو فخا قال باللي كاين دي كاستينغ اي تو سا بغيت نحوس سوغ انترنيت دي كاستينغ لي باج اي تو سا حتى دخلت لقيت واحد الكاستينغ تاع واحد سبوت بوبليسيتير رحت درتو نورمال ومن بعد اون ما ابلي جي تي اكسبتي رحت درتو وما قلت ندير دي سبوت بوبليسيتير دي سبوت دي سبوت حتى وين درت اون سيت كوم نشفى ومن بعد موراها زدت سمعت بلي كاين كاستينغ تاع يما درت كاستينغ تاع يما جي تي اكسبتي يعطيك الصحة وهذا نقول فقط انه الناس اللي فقدوا الامل هاي ليك صابرينا دارت كاستينغ عادي وقبلوها لانها عندها وجه مقبول واكيد في اللعب كذلك عجبت اللي يقوموا بهذا المسلسلات المنتج المخرج فتقدري تكوني مثال للناس اللي حبوا يدخلوا البدايه ديالها انيسه كيف كانت بدايه صابرينا كيف كانت بدايتك في الصالون لا 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 نعم صابرينا في الصالون كلمه مهمه جدا باش ما نبداش نعم سيريوزمون درت لو كاستينغ عيطوا لي جي تي بري سيليكسيوني ديجا ماشي بور لو رول دو ميرنا بور لو دير سيتي بور لو رول دو مريم اللي دايرتو مروة بوشوشه من بعد كي رحت مدوا لي بور فير ان ايسي تو مع لو رياليزاتور مديح بالعيدين شكرو دايوغ درت معاه لي زيسي تو سا ما تقال لي نون جو با تباني لي صغيوره بور هاد لو رول تو سا ما يخرجش عليك يعني وزعك في دور اخر اكزاكتومون قال لي ما يخرجش عليك ما عجبتيني نقارديك من مدلك لو رول فوالا فنحييه والله غير شفت بعض اللقطات والله غير اسيوريتي والله نعم الحمد لله ونحييه المنتج المخرج لما يديروا دي كاستينغ يعني بلا معرفه وهاو ليك مدوا لا شونس لشبابنا نروح للعمل الجمعوي مع ياسمين ياسمين عاودي ذكرينا على بالي بلي جمعيه يعني معروفه ناس الخير لكن نشاطات ناس الخير خارج رمضان وشنو هي اهم نشاطات اللي تقوموا بها Tout d'abord, merci pour l'invitation. La choukra à la wajib. Sahab tourkoum. Thomas choukran likoum la koum tanjtou fil amal al jama'a. La yismik. Donc la fondation Nas al-Khair, Mouassas Nas al-Khair, donc bidaye taha, ou la amalie taha, c'était amal insaniya. C'était, kent ma'roufa bil hajja rahma, li la rahma toufait, kent elle avait une situation, ou in tarro au shabab tawana hadak l'wakt, li kanou hadak 2010, راحوا ليها الغواط وعاونوها وكانت مسكينه مرميه في ان بوتي غاراج وكامل سي بها اللي بدات ناس الخير الله يرحمها توفات بعد ما لبوا لها طلبه تاعها وجابوا لها دار وكامل مسكينه توفات في 2010 ربي يرحمها من بعد هذيك ناس الخير كملت المشوار تاعها عبر مواقع التواصل من 2010 حتى 2016 تهيكلت الى مؤسسه ناس الخير ولات فونداسيون ناس الخير نعم يعني مؤسسه ولا. اكثر من جمعيه فونداسيون اكزاكتومون فوالا دونك انا من غير المشاريع تاعنا تاع رمضان نعم بعد نتكلموا على الشق تاع رمضان اكزاكتومون دونك عندنا ثلاث برامج اللي نعم. هو الانساني شعبي واجتماعي فوالا
نعم. المنخرطين ناس الخير يعني جمعيه بالك معروفه، الناس اللي يحبوا يزيدوا ينخرطوا معكم، هل عندكم يعني فيزا تاكسي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ عندنا لاباج تاعنا فيسبوك سي انفو اوفيسيال اوفيسيال ناس الخير، اي بي احنا الناس الخير سي الي وطنيه، يعني احنا رانا في كاع الولايات وكاع المندوبيات هنا في الجي في الولايات كامل. نعم. 58 ولايه. نعم 58 ولايه. نعم. من بعد نعود نجي على البرنامج الخاص بشهر رمضان، نعود نولي للفنانه المتالقه ريم حقيقي. ريم حقيقي وحنا نتكلموا على التمثيل، ريم حقيقي جربت التمثيل من خلال عنتر ولد الشداد، كيفاش كانت التجربه ريم؟ صراحه عندك حضور ووجه باش تكوني ممثله، فكيفاش تقيمي التجربه ديالك؟ سيتي تري بيان، بيل اكسبيريونس، مليحه بزاف الاكسبيريونس، ولكن هذيك هي اللي درتها. مش نعم ريم نبيع حاجه للحسن، ما على باليش الا على باله، ولكن ريم حقيقي قريب جمعها عمل مع عثمان عليوات، هل كنت تعرف هذا الشيء حسن؟ عندها بزاف، عندها قريب 20 سنه للوراء. اكيد 20 سنه كنت واقيلا في ال، لا انا كنت موجود، انا قبل 20 سنه كنت موجود. لا لا كنت في العمل. العمل لا 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 ما العمل. عثمان عليوات كان عنده عمل يشارك فيه المرحوم عطى الله. نعم ربي يرحمه. ربي يرحمه. ما كنتش على بالي باللي ريم كانت موجودة في العمل، ولكن نعم. عندها وجه، كي يكون إنسان عنده الكاريزما وعنده بروفايل تقدر تكون هكذا، زائد لا ديريكسيون ارتستيك. كنتوا قادرين يعني تجيبوا أستاذ عثمان عليوات هكذا؟ والله ما يحب الظهور، وحاولنا يعني في كل القنوات حاولت انه نعم تجيب عثمان تقترب من عثمان، لكن لازم هو احتراما هذا الشخص، لو احتراما هو اللي خذا هذا القرار انه يبتعد عن البرامج ويبتعد عن العمل، وان شاء الله صراحه ما يحرمناش من اعمال اخرى. هذا وان شاء الله نترجاه، والله العظيم نترجاوه من هذا المنبر. نعم ان شاء الله يعاودي، لانه كم الناس في هذا سي فغي كون ايتي توشي تو الموند ا سا مانيير، وحنا يعني نحبوه بزاف. صح كانت عنده اطلاله غير كيما في لي ريزو سوسيو. لا ما تكفيش اطلاله، واش كنقول انيسه، ما تكفيش اطلاله فقط، اطلاله فقط. الشعب الجزائري يحب هذه الشخصيه المرحه، هذه الشخصيه اللي لعبت الدور الدرامي تراجيد، لعبت كل ادوار عثمان عليوات اللي كنا نشوفوا امراتين، عمل جد رائع. بعمامه ما نقدرش نتكلموا على تاريخه وكذا. الجزائري ما يبحث على عثمان عليوات غير في رمضان، الجزائري يبحث على عثمان عليوات على طوال السنه. يعني انت كتشوفي عثمان عليوات حاليا كي تروح قايبيه هكذا، مازال مارح، مازال العطاء موجود. شكون عثمان عليوات الوحيد مع الانسبكتور طاهر وحسن حسن 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 طاكسي حسن حساني رويشد جو بونس كو هاد الثلاثه الوحيدين لا جينيراسيون تاع دوكا مازال تابع اعمالهم تاع بكري. اذا ريم حقيقي راهي تقول من هذا المنبر انه احب تشوف اعمال اخرى لعثمان عليوات. والله العظيم يعني احنا نطلبوا منه انه ماذا به يعني يعاود يفكر في هذا، لانه احنا على بالك نحبوه بزاف، كل الجزائريين يحبوا عثمان عليوات. ان شاء الله نتمنى يعاود يفكر في لا ديسيزيون تاعو، باسكو احنا الجزائريين يحبوه، وان شاء الله يعاود يولي او موان يدير لنا غير ان فيلم جو سخي افيك لوي. جوستومون لو كان لعبتي معاه ريم كذا، ما لعبتي معاه اليوم يعني متى مقامه كما انا ايقونه في الفيلم في الجزائر عثمان عليوات، كنت لعبتي معاه دور ولو صغير؟ يشرفني ان شاء الله. ما انا نقول كان لعب معاه خلاص. لا لا صراحه ريم حقيقي والله ماذا بينا نشوفوها في اعمال يعني عثمان عليوات ان شاء الله يعاود يرجع، ولكن بعيدا عن عثمان عليوات لما لا نشوفوا ريم حقيقي في ادوار دراما. نعم وحتى الفكاهه، حتى الفكاهه تقدر، لانه ريم لي تري فيفونت بيان سور. عندها حس فكاهه في لالوج، شبعتنا ضحك. عندها حس فكاهه. كل انسان قادر ان يلعب دراما ويلعب كما نشوفوا عثمان عليوات لعب الدراما، لعب كلش. معناتها كل فنان الان. نعم. اي ممثل في الجزائر يقدر يلعب دراما ويلعب، لكن في هذه السنوات الاخيره بدينا نشوفوا ناس بدات يعني اختصاص في الدراما فقط، والكاش اللي داروه المخرجين للناس واحد اخرين مثلا، هذا يضحك وهذا يبكي وهذا لا،
الفنان يبكي ولا الفنان يضحك نفس الشيء، معناتها تقدر تحطه في البكاء في الدراما والفكاهة. حاجه واحده اخرى نطلبوا من المنتجين انهم على الاقل يخرجوا الكاستينج للشارع، يخرجوه للناس اللي موجوده عبر الوطن، هكذا يعودوا يديروا كيما كان يديروا بكري، قال يوميات في قسنطينه، يوم كاستينج في عنابه، ويوم ان شاء الله هذا ما نتمنى للفرص موجوده لكل ولايه الجزائر ان شاء الله. نعاودوا للفنان ريم حقيقي، كيف جوزتي يعني الفتره تاع كوفيد 19؟ كانت صعيبه كثير على الفنان الجزائري، لكن هناك من يعني استغل الفرصه انه عاود بحث في التراث، عاود جبد قصايد، عاود قال انه هذا القصيد بالك نعاود ندخل به بقوه. فكيفاش كانت ريم حقيقي؟ انا نتكلمش على نفسي، انا نتكلم على كل فنانين. الفنان يعني اللي كان يعني ما عندوش باش يعني ايزون ترو سوفير، يعني سوفروا بزاف. انا نقول لك هذه لانه الفنان كيما اللي يخدم باغ اكزومبل الحفلات والعراس وما صابش كيف صح لي زاكتور شويه يعني يخدموا الافلام كيف كيف. شوفي ريم كان بزاف اللي تقاسوا في من ناحيه نقولوا مدخل مادي ولا حاجه، كان عنده عائلات تقول كان ما عندوش عائله ولا حاجه، يتقاس كل واحد انسان تقاس في هذا الكونفينمون، معناتها في الحجر الصحي ما كانش واحد في الجزائر من فنانين ولا من مواطن عادي تقاس في هذا الكونفينمون، معناتها العالم قاعد تقاس. ولكن الفنان مثلا نحكي على اللي يخدموا الاعراس، حبسوا لي صال، حبس كل شيء، كاين فنان واللي ميزيسيان ما نساوهمش ودار وقفه، قالوا انه لازم كل كل تاثر في صح كل تاثر. اسمحي لي احنا نخدموا زعما صح، سي با لوجيك. انا نقول وي وي سي با لوجيك، سي با لوجيك. انا الا ما عنديش حاجه تخدم عليا سي غاف كو ان ارتيست ما عندوش كيما اون اوروب ولا عندهم لا ساسام، عندهم شهريه صح تو لي موا عنده حقه. احنا 30 عام وحنا نخدموا عندنا لي سي دي، ما عندناش حقنا باغ اكزومبل كيما لاساسام ولا هكذا يعطيونا حقنا. نقول لك الصح الصح، انا نقول لك الصح، راني فريمون ديسو سانسيرمون في هذا لو كوتي سانسيرمون. يعني قلبك معمر الى وي ماشي غي انا جو بونس با غي انا كاع كاع اوكي اون اي داكور. دونك انا جو بونس باسم كل الفنانين جو مو بيرمي دو دير اون ديريكت que les artistes algériens ont besoin de l'ikhdem ou عنده ou مد pendant 30 ans ou هو يغني ما عندوش حتى شهريه تدخل له سي غاف على بالي. نعم من حقك ريم، شكرا على الصراحه. والله العظيم صافي مالوكا. نعم بك ان شاء الله الارتيست الجيريان ولا يخمم على الافينير ديالو اكثر من اللي يخمم على دوكا ويخمم على خدمته تاع دوكا. يقول لك انا نخدم دوكا ومن بعد ايماجيني نحبس، ايماجيني كش ما يصرالي، ايماجيني ما عندوش نظره لافينير ديالو. نعم بصح ريم في كل مره كانوا لا بصح اسمح لي كاين هذيك تاعت سي فغي داروا لنا بان اون كوتيز اون كوتيز 9 مليون باغ، بصح بوك هذيك كي تبداها ا 20 طون باش يعطيوك 1 مليون 200 ولا 20 ميل دينار باغ كوم روتريت، سي با لوجيك مدام. والله العظيم انا جو فوزي لا فيغيتي. دروك انا امون اج دروك نجي نكوتيزي صح راني نكوتيزي شحال تجيني انا يا دون دون يا ربي طول العمر دون 10 ans الا جاتني 20 ميل دينار باغ موا كي تحسبها. انا رحت تما لا كازوران كم الله يخليك حسب لي كي نبدا دروك دون 10 ans شحال ابيك بلي سي 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 ديريزوار. نعم صح. وانا لارتيست اللي انا ريم حقيقي ولا فنان ما شاء الله اللي يعطوني انا 20 ميل دينار دو روتريت باغ موا صافي مال او كور عيب. نعم وريم حقيقي نقولوا انه الفنان الجزائري هو اللي كان يامة الارهاب والعشريه السوداء، هو اللي شد الفن في الجزائر رغم انه الفتره كانت صعيبه على الكل، لكن بقاو كانوا عندنا فنانين وكنتوا تطلعوا في المسرح وديروا الجولات وخليتوا البسمه على الجزائر. والله لا الحقيقه احنا مدينا بزاف في بلادنا، وانا يتبالي باللي لازم يعاودوا يديروا شويه قيمه للفنان. نعم. ويعطيوا له حقه شويه، ماشي حقه 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 تاع التعب اللي تعبوا بوندون دي زاني. نعم. نورمالمون كاين ناس اللي مانيش عارف علاش لي زوروبيان ولا
الجيران ولا علاش عند علاش مش علاش حنا لا ان شاء الله تكون اذان صاغيه للفنانين لهم يستغيثوا خاصه. لا باسكو والله العظيم ماني نتكلم على نفسي. نعم نعم لك بالله والله راني نتكلم على الفنانين انا. نعم. نعرف فنانين اقسم لك بالله العلي العظيم وراه يسمع فيها ربي ما صايبين واش يوكلوا ولادهم. نعم سا 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 مي في مالو كور انا. انا فريمون سا مي في مالو كور. حسن في كل مره يتكلموا على حتى ما نطولوش لانه سهره تاع رمضان باش يعني نفرحوا وكاع نفرحوا قلب معمر. نعم قلب معمر. حسن قل لي نعم ام لا بطاقه الفنان وقتاش ترى النور؟ هل كاين سنديكا اللي صراحه يدافعوا على الفنان الجزائري باختصار؟ باختصار شديد بين قوسين يبقى علامة استفهام ويبقى كذلك كان هناك ناس كانت تجتهد باش دير ستاتيو في البلاد تاع الفنان ودير لي كاتيجوري هذا من الدرجه الاولى وهذا من الدرجه الثانيه وهذا من الدرجه الثالثه. للاسف لحد الان الفنان يبقى الاسم الاخير في ال نعم في شكرا في شكرا للاسف. نعم نعاود نولي لصابرينا. صابرينا قولي لي مهب لك خوك خالد ولا في الفيلم اكيد خويا خالد الوغ على حسب واش شفنا دوكا رانا لحقنا ايبيزود 8 نورمالمون. نعم 8 9 اكزاكتومون دونك هو بيان بيان فقر نورمالمون فقر ياك سي بون شفتوا بلي فقر ولا مازال راني نبيع ما تبيعيش فقر فقر سي بون دونك بابا هنا حالو كل شيء تو ميرنا في لو فويتون فقتلو سي بوغ سا تقلقت وراه يتحوس دار لونكيت اكسيتيرا على هذوك اللي داروا له البروبليم اي تو نو بانت هذه سابا ما تقوليش باسكو شارعوك على بالك نو بعد غادي نحكي لك واش صرا في لي فيتيو اللي فاتوا هكذا يتصل بينا السيد عامر يقول لنا راكم بعد على بالي لو سيناريو قريتو سبع خطرات كيفاش ما على باليش واش علينا لا لا باش ما تدوش نخلوا المشاهدين هما اللي يشوفوا يعني نحكي على واش صرا برك دونك دوكو ميرنا عرفت باللي خوها باللي فقر اي تو سا دونك قاسها وكيفاش كيفاش كان وكيفاش ولا شغل بدات تحس به مام هي باسكو فقيره دو باز دونك ولات تحس به اي تو سا مي ما يهبلنيش ما يهبلنيش او كونتخيغ نحبو باسكو عندي خويا واحد و افوار دو فخيغ سي ان بريفيلاج يعني. نعم اكيد اكيد نعمل كيكونوا الاخ بالنسبه للاخت حاجه يعني عظيمه. نروحوا لفاصل قصير مشاهدينا نعاودوا نولوا باش نتكلموا على الفن الراقي مع الفنانة ريم حقيقي نتكلموا مع صابرينا مع ياسمين على العمل الجمعوي عبدو أشكا حسن كركش وأكيد حمزة زكار اليوم راح يدير بين دورة إن شاء الله تكون عندها علاقة مع الفنانة اللي حضرة معنا. نروحوا فاصل ونواصل. مرحبا بكم انتم مشاهدين. حسن وشنو؟ ما كنت غايش ما كدبت هكذا. نعم نرحب بكم انتم مشاهدين. الحديث راه شيق اليوم في برنامج الجزائريه. شوريم حقيقي قولي لي انا البلوزه راكي لبستها يعني غوفيزيتي لكن الاندلسي ريم حقيقي راهي تقول لازم يبقى نحافظوا عليه كما هو يفو باك يكون غوفيزيتي. Non, j'ai pas dit ça. Ah, pour te dire qu'il dit fait que new andalou, c'est ça. Il a mangé un tapis. Non, non. شوف عاود نعاود نexpliquer باللي non, pourquoi pas? Parce que l'andalou, ça dépend de l'andalou. خاطر l'andalou, انا عندي كي نقولوا الموسيقى الاندلسيه سي لا نوبا. Ça c'est l'andalou. Donc si tu prends مصدر ولا بطايحي ولا درج ودير له لي زارموني جو سوي داكور افيك فو افيك يعني دخلي الالات العصريه بصح باش تمودرنيزي نوبه اندلسيه من التوشيا الكبيره ولا التوشيا حتى الخلاص هذه مانيش عارف انا فرونشمون تبان لي الروح زعما تروح باسكو كيفاش باسكو كاين شوف كاين توشيا كاين مصدر كاين الكريسي كيفاش جو سي با كومون جو سي با انا والله العظيم جيمغي بيان معليش يسمعونا ونشوفوا نسبه لك بوركوا با انيسا هذا الشيء هذا الشيء هذا متوارد من الغزريه انا جي با لابيتود نسمع نوبه يعني موديرنيزي بصح بالقوانين تاعها. نعم
بصح باش نحيو اون شونسون كيما باغ اكزومبل مش عارف بام بطايحي انا درت ام بطايحي مودرن اي تو هادي وي سي تري بو ديرو لي زارموني ترقيه بموسيقى عصريه داروها بصح باش تبدا متوشيه وتجيها ودا زعما مودرن نعم كيفاش زعما تدخل عليها لي ترومبيت تسمى ما تبقاش مانيش عارف في فويسي نعم يعني كل واحد رايه ريم جو روجوان برك لا كيستيون تاع انيسه اللي بوزتها لك قبيله على لا بيريود دو بوز هذه هي اللي وسيتوها جي اونتوندي بارلي كو ريم حقيقي راهي عندها عامل في تسجيل النوبه في لا جينيراسيون تاعكم انا سمعت دو ارتيست اللي داروا اللي حبوا يديروا مشروع تسجيل النوبه انتيا ونصر الدين شاولي ربي يذكره بخير وربي شافيه المشروع هذا وراه لانه النوبه في الجزائر اليوم نعرفوا بانه تاريخيا الجزائر هي اللي ورثت العدد كبير من النوبات بالمقارنه مع المغرب وتونس براسك 18 نوبه اللي كانوا غير في القرن 18 والقرن 19 هذا ما كان الور في التجديد تاعها ديجا البروجي هذا وراه تاعك وحده انا يا راني مسجله ديبي ديجا 3 راهم في القجر بصح في القجر في القجر علاش ريم؟ هذيك سقسي اللي رحنا لهم وقلنا لهم خرجوهم وما خرجوهم. هذه لا بروموسيون تاع الثقافه تاعنا، هذا الفن هذايا اللي مرسخ في الجزائر. بقى لها في الادراج فهل هو نقص الاموال ولا وش الحجه؟ انا سجلت من دراهمي وهذاك وكل شيء ولكن مانيش عارف علاش. بون سي بريفو نورمالمون لوندا سي بريفو رحت لهم العام اللي فات نعم وقالوا لي عاودي ولي لنا هذا العام بالك هما يفون لا وهذا سيضاف لتراثنا لتراث الجزائر اسمحي لي ريم النوبه الاندلسيه هما يجوك مش تروحي لهم مش تروبوزي لهم نعم هذا المشكل يعني كي نشوف الفنان هكذا يتاسف نعم وهي راهي سجلت وراها باقي داخل الادراج وراحين يعني صراحه اليوم كي عرضنا ريم لا حبه دالو كان حتقول لنا انه هاوليك راه في السوق وخلاص راهو تسوق العمل ولكن جات قالت لنا انه راهو حابس الادراج ما حبيتش نخرجوا باسكو انا بور موا سي في بور لو باتريمون صح سي بور سا خليته كنت قادره نمدو للبريفي هكذا يجي مي انا نو انا درتو للتراث الجزائري نحيي هذا الشيء يا ريما لانه سيضاف للجزائر خليته حتى ربي كما قال لك حتى ربي يفرج ويعيطوا لي نعم ريما تشوفيش انه هذه الامور راح تخلي انه البريفي راح يستحوذ على كل هذه الاعمال و ف والله قلت انا نزيد نستنى انا لا ديرنيغ فوا اللي رحت لندا قالوا لي فو غوفني اون 2021 ان شاء الله جو في غوفنيغ ونشوف الى داوى هذه المره اوكي ما داواهش دوك نروحي للبريفي وخلاص نعم وقلنا انه ان شاء الله تصيب ريم حقيقي اذان صاغيه ريم قولي لي لو كان انيا ولا ساره بتقول لك ندخل عالم يعني الموسيقى ولا التمثيل تقبلي ولا يعني قلبك يتحصر شويه والله انا من طبعي تلمو انا مي بارون ما عطاوني حريه الاختيار دونك مدابيا زعما ما نكونش مدابيا اللي يحبوه بناتي يديروه بصح انا زعما سانسيرمون ما نسجحهمش في اليوم ريم حقيقي راهي صريحة جدا في برنامج الجزائرية شو اليوم ريم ماشي حقيقي الحقيقة نعم شكرا لك ريم نعاودوا لي أنا متاع فنان عندما يشوف اللي مستقبل الفن في الجزائر حاليا وسابقا ومستقبلا يشوفوا أنه ما كانش انفيزيون ما كانش نظرة مستقبلية حتى الآن كي نشوفوا عمل ثورات معناتها الناس يتحارب باش تجيب في العالم أنه تحافظ على التراث العالمي تاعها يعني مثلا الجيران راهم يتضربوا باش يدوا تراث ويحافظوا عليه في العالم حتى نسبوا بعض تراثنا الجزائري اللي ما عرفناش نحافظوا عليه على يعني ومن بعد نبكيو النوبه مثلا في الجزائر تتخبى في الادراج معناتها خوف مش لا حسن ومن بعد ما نبكيوش لما يروح تراثنا لازم احنا لا لازم احنا كناس اللي مسؤولة على هذا الجنب هذا اللي مسؤول عليه لازم هي اللي تنهض به ماشي واحد اخر دوك هي دارته داخل الدرج بصح تستنى في الاخرين حتى احنا كاعلام حسن حتى احنا كاعلام لازم نتكلموا على هذه الامور
بكل شفافية حتى نوصلوا كل هذه المعلومات للناس اللي راهي الكل مسؤول من الصغير للكبير. يعطيك صحة شكرا في هذه النقطة. كاين فنانين نعم ريم كاين فنانين كما أنا كنت قادرة نغني واش راهم يغنيو سي فاسيل داتخ يعني 100 مليون دو فيو في اليوتيوب بصح حنا سي ساكريفي بور لو يعني الأغاني التجارية حنا باش يحافظوا على التراث الجزائري حنا حنا سي ساكريفي بصح ما عرفتش واش ربحنا زعما لا ربحتوا يعني حاولتوا أنكم تحافظوا على التراث الجزائري وهذا حنا ربحنا الجزائر يعطيك صحة شكرا وتراث الجزائر ومساركم ريم حقيقي لما نشوفوا ريم حقيقي مسارها الفني لا غبار عليه لأنك مثلتي الجزائر داخل الجزائر وحتى خارج الجزائر لكن ريم يعني هل في فترة من الفترات يعني جاك تفكير أنك تغيري النوع الموسيقي تروحي للأغاني التجارية يعني سي أنا من الأوائل حصرة كنت صغيرة كل يوم لي بروديكتور يوميا يقولوا لي نعطيوك الميرسو دائما حبيت نقعد في التراث مانيش عارف ان شاء الله ما تندميش ريم على بالي ندمت شويه نعم صح والله ريم حقيقي عاده شويه باسكو نتعرف علاش ندمت باسكو لانغراتيتود انا بوغ موا لالجيري نورمالمون انا كي ندخل لندا نورمالمون انا من ماشي انا الله ينعل كما قال لك من الفنانين اللي نورمالمون انا على بالك باللي لندا دايرين لي صافي 15 ans داروا لي 3 سيدي دوبوي رياً الوغ كو جو فوا دوطخ ارتيست ما ماشي باش نطيح بهم مي عندهم بالك 30 سي دي في لندا علاش جو سي با بوركو جو سي با بوركو انا يا عندي 3 سي دي دوبوي 20 عام ما سجلتش وجبت 5 سي دي دوبوي 5 راني نجري باش يخرجوه لي ما خرجوهم ليش دونك دي فوا جو سوي ديسو مانيش عارف علاش سا سباس كوم سا لا تبقاي فنانة جزائرية محبوبة عند الكل ريم حقيقي وصراحة كل العائلات الجزائرية في العاصمة وحتى خارج العاصمة يحبوا إطلالتك عبر البرامج الجزائرية نعاود نولي لياسمين ياسمين قولي لي قلتي لي أنيسة عرضتوني في برنامج جزائري شو جيت مباشرة من يعني من العمل تاع الجمعية مباشرة إلى بلاتو فقولي لي البرنامج ديالكم من خلال شهر رمضان شهر رمضان قولوا أنه يكثر فيه الخير الناس لازم تأكل وقت الفطور أنا حابين أنه كل عائلة جزائرية ما يخصها ولو فاعطيني العمل ديالكم من خلال شهر رمضان في شهر رمضان أكيد العمل الخيري والتطوعي يكون أكثر من 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 لي زوطخ جور ولا تو طولون دو لاني لي بروجي تاعنا والمشاريع تاعنا اكيد في رمضان حنا نرافقوا العائله الجزائريه يعني من 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 القفه حتى 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 الحوايج العيد يعني وعندنا حنا عندنا كات بروجي ديورون لو مواد رمضان دونك عندنا خير ربي باسكو مدينا لهم اسماوات يعني سي دي زابيلاسيون كيما خير ربي سي القفه ابخي عندنا سي رانا هنا سي تو لو بروجي دو مواد رمضان سي اجيت فطر يعني موائد الافطار اكزاكتومون بي ابري اون ا لي لامبروكا سي الختانه تو سكي سون سي افيك اون سواري تو سا ونشرو لي توني بور لي زونفون ليله النص ليله 27 والعيد اكزاكتومون بي ابري ديريكتومون اون انتام ديريكتومون حوايج العيد دونك فوالا دونك صافي سي سيت اني سي لا 11 ايديسيون دو موا دو رانا هنايا يعطيكم الصحه الله يسلمك شكرا اي بي دونك سيتي par rapport à la situation sanitaire de l'année passée, du Covid et tout ça. Donc, on faisait toujours, c'était nous qui avons déroulé le grand chapiteau, le Khaïma al-Imlaq, Taqitani, Tabab al-Wad et tout ça. Et malheureusement, l'année passée, donc on n'a pas pu, c'était interdit et tout ça. Et donc, comme nous, c'est-à-dire la famille al-Jazaïa, ou le fitna, ou le fitna, nous l'avons fait, donc, nous avons déroulé
اجي تفطر يعني في الخيمه ديالنا العملاقه. اي سيتي كوم لاني باسي اون بوفي با سادير لا سيتواسيون سانيتير نو بيرمي با باش نكملوا اجي تفطر دونك اون فولي با اون فولي توجو ريستي لا اي جي جوست اون ا شانجي دو اجي تفطر نجيب لك تفطر. نعم يعني للمنزل. سيتي كومون سيتي سيتي لا ديستريبيسيون دي روبا اترافير بليزيور كومون. نعم بصح هاد السنه عندكم موائد الافطار هاد العام دانيت اون ا توجو اون توجو ريستي سور لو كونسيبت دو نجيب لك تفطر باسكو اوسي لا سيتواسيون سانيتير نو بيرمي با اي با بلو تار. Ce matin, j'étais avec un médecin, donc il a dit vraiment que la situation est vraiment, vraiment, vraiment critique. Nous avons dit que Yasmine a dit que le COVID-19 a été fait pour la force de l'Hadr, puis l'Hadr. Exactement. Et sachant qu'il y a beaucoup, 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 j'ai mes collègues, c'est-à-dire de la société, c'est-à-dire des associations qui sont sur le terrain, où ils ont ouvert des chapiteaux pour que les gens soient Kamel. Mais vraiment, vraiment, la situation ne permet pas. La situation est vraiment encore critique. Et tant qu'on n'a pas encore une... On a vraiment le Covid classe définitivement. on peut pas jouer avec ça. Yasmine, فيما يخص الاكل اللي تمدوه للمنازل كما يقول لك انتم اللي تمدوا اكل ساخن شوربه وكل ما يلي شوربه وين كيفاش يسجلوا روحهم الناس ربما تشوف فينا ما تعرفش كيفاش تسجل روحها في ناس الخير بالك راهي حابه حاجه سخونه في شهر رمضان هل هي بالاحياء بالبلديات بال Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc la Fondation Nasres, elle est à l'échelle nationale. Mm-hmm. Donc ça, je comprends même nos collègues à l'échelle nationale, ils sont en train de faire ça. Donc, elle a mis des routines des chapiteaux, elle a mis des la distribution, Bourjbadji Mokhtar, Steve, Waharan, Biskara. Donc, ils sont en train de faire la même chose qu'ils nous. Sauf qu'il y a des villages, elle a mis des routines tifter, ou qu'il y a des villages, elle a mis des routines tifter. Voilà. دونك ici هنا باش الناس تكون على بالكم دونك لو لابوراتوار تاعنا مزيغا سي تروفو نيفو دو عين بنيان لا مدال دونك سي ابارتيغ دو لا وين حنا نطيبوا الماكله ديالنا كامل ابري كوم اون ناس الخير اوسي الي في كامل لي كومون دونك شاك ريبريزونطون دو لا كومون تاع ناس الخير دونك الى سا ليست الى عنده لا ليست عنده لي فامي ديالو وين ديجا اي سون انريجستري عنده كامل اللي خدمنا معاهم ديجا اوبارافون صافي دي زاني كامل وتوجو مازال نخدموا معاهم اي دونك عبر بليزور كومون دونك اون اوسي نوتر باج فيسبوك دونك ناس الخير اوفيسيال دونك وين راهم كامل يقدروا يتصلوا بنا ولا على الرقم تاعنا عندنا ثلاث ارقام اللي راهم تاعنا في لاباج ديالنا دونك يتصلوا انا بيرسونيل لو نيميرو راهو عندي دونك جو روسوا تو لي جور لي زابيل تاع الناس اللي محتاجه اللي حابه تختمني ياسمين ومن بعد في الاخير نقدروا نمدوا فقط رقم ولا تعاودي تذكريهم بالفيسبوك ديال ناس الخير حتى يعاودوا يتصلوا بكم لانه شهر رمضان مازال متواصل واللي حب حاجه سخونه يتصل بناس الخير اللي حب بالك ايتام حبوا يتختنوا يتصل كذلك بناس الخير واللي حبوا كذلك العيد يتصلوا بناس الخير ربي ان شاء الله يكثر الخير طول السنه وخاصه في شهر رمضان عاود نولي الحسن وعبدو عاده تشدوا الميكرو تبداو تغنيو هل لانه ريم حقيقي راهي موجوده معنا بي امبوسيبل علاه بصح عاده ما فين تغنيو لا لا ريم حقيقي على بالها بلي عندكم الصوت محدود النوبات واللي هوبا انيسه اليوم حسن اللي هوبا حبيت ايه فكرني واش قال حسن فكرني واش قال قدور المنصور النضرومي في ولفي مريم بعد ما كنت سريع في جوابي وليت بكم هذه هي راه بكم عمك حمزه قتلك هيا عزيز هيا عزيز شوف مع عز الدين عز الدين راه الصحراء تاع الصحراء كتوالى تحت تاع بشار حسن ثاني للصحراء يغني بيان والله قومري قومري لا لا القمري 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 لالا ميمونة سلطان القناوة القمري لالا ميمونة سلطان القناوة ليلها لها
وليلها 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 إلى الله محمد رسول الله ليلها إلى الله محمد رسول الله القمر ليلها 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 إلى الله محمد رسول الله ليلها إلى الله محمد رسول الله صراحة هادي مفاجأة حسنة خلاص حنا نحبوا خداع نعم لكم حنا دوكا كنبغيو نديرو النوبة ونديكم كوبا لا لا صراحة كنت نغني ونسمع في الصوت تبنها بيان خو الله غالب هذا يعطوا الارتجال الذهبي تبنها بيان لا لا بصح دوكا حسن ديرنا كيما جوغ تعلق على مباراة وقول الريم حقيقي تجيب لنا حاجه سيغ بلاس مرحبا بك اوتاز الميكرو هذا داخل مرحبا بكم اهلا وسهلا بكم في الملعب الكبير كما تشاهد الجزائريه الشهود يوم معنا لاعبه من الطراز العالمي القوي الكبير الرائع بلباس الجميل الانيق الرائع الان نطلب منك الان مدربه الان انيسه وبقياده اللاعب العملاق عرفات الذي ذهب الى عرفه ولم ندري لماذا لم ياتي حتى الان بالمايسترو اللي حاضر معنا اليوم عز الدين عز الدين اليوم انطلق يا عز الدين اعطينا صوتك سيدتي نسمعوك في الصوت هيا قاع هيا هيا أي حد يلا أي حد هنا أعطينا تلمساني شوية هذا حر هذا شي هذا حبس حبس أعطينا تلمساني حر يلا تلمساني أنا في عرس من اختيارك من اختيارك ويعاونوك من اختيارك يعني مانا شملح مانا شملح يمنا يا حقيقي يلا نسناو هي قالت لكم راني نحاول نحافظ على التراث بدلتوا لا كاع لا لا احنا لو كان تعطينا حاجه من التراث نعم مقطع صغير مقطع صغير والله ماذا بينا استاذه والله تلمسان كاع فيها من مشور ولا سيدي بومدين حمزه زكا استخبار صغير روح نبداها لك سيدي بومدين جيتك زاير سيدي بومدين جيتك غصار أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك غصار أجيني في المنام نبرا يعطيك الصحة ريم الحديث على إذا حضر
الصوت ذهبت الى النفق راح. ما نزيدوش نغنوا حسن. نعم، اذا من المدرسه للمشاغبين، المشاغبين مدرسه المشاغبين ريم حقيقي المدرسه، وانتم المشاغبين. ما خليتي كلمه خلاص راح قلت. لا شكرا، نشكر تحيه كبيره لريم، لانه ماشي من السهل كي نكونوا في شو هكذا في حصص هكذا تلك شو شي حاجه، ماهوش من السهل انه الانسان يكون في سهره رمضانيه اللي نحيي كل مشاهد كريم انه يكون جاي ب ب ب بكذا دينيه. حنا رحنا ما 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 نستغل الفرصه تاع حنا لا الى حنا غنينا قباري وغنينا سيتي بومدير ما رحناش حاجه واحده اخرى. زيدوا واحده اخرى، يلا يلا بينا اليوم قوه اليوم. اجي يا لوي يوم خلاص، علاش تعطي هذا الشاب تاعنا؟ طعني فد الحب قوتي ونشاب، من نوفني تراسي شاب والجسم داب، نازل نازل قلبي رهيب، جلت في القريات ومدون عراب، قراوا على حبيبنا بالفضة والذهب، أنا يا سادات شق البلي ما صبت حد مني بكيك نبكي عليك، وعلى أهل كافة وأهلي المقربين. أجي يا نواح نوح لله، الجزائرية شو اليوم سهرة فنية و 100% امبروفيزي، يعني ما كانوش عارفين انا حنقولها تغني يعني سيغ بلاس. يعطيك الصحة ريم، إلا تحقي جروب مجموعة يجوا معاك لندن نديروا مظاهرة تماك عيطي لنا، حنا رانا هنا نجوا نشجعوك. أنا قلت لك هاد القصيدة هادية ما ننجمش تروح هكذاك وما نقولش كيفاش يشبه الكعبة. إيه يقول لهم من يبكي داعي الكعبة،
طفله شابه مغربه معربه سموها العربان لا لا عربه كملت الزين كملت الزين باش تشوفي تشبيه البالغ كاين بزاف شعراء اللي يشبهوا الكعبه بطفله نعم ومنهم بلا مسايب اللي حنتكلموا عليه نعم وحمزه في كل مره نقولوا انه المديح يكونوا يتكلموا على الكعبه وفي بال الكثير انه يتكلم على امراه بيان سور نعم. والانفورماسيون هي قالت لي نجوت بالمديح الشيخ سفين جا ربي يرحمه في العهد الاستعماري كان شهر رمضان يخصه فقط للقصائد الرهاوي نعم هذه الرهاوي او الجد هي كل المدائح الدينية رمات العبروق على كتفها شال نعم هذا هو الفن أنا سمعتها دوكا كتدندن في حاجة نحبها والله العظيم دوك تدندني بها دوك داك حب بروفيتي اليوم واش بروفيتي ماكسيموم اليوم يعطي حاجه صغيره نعم هو دوق للفن حسن معروف عليه حاجه صغيره ليت دوك دوك اللي كنت تدندني بها وكان يهضر تدندني بها مديح هو مديح كاين مديح بزاف اعطيني مديح اليوم يا خير انا في سهره رمضانيه نعم مديح نعم هو يكثر المديح خاصه رسول الله اعطيني كلمه بالك لنا خويا كان نصب السيد تاع السيد غير كان دار ونطمتها راحت اعطيني وحده هكذا في خاطر المشور يا خاطر القصيريه في خاطر الداليه نعم. في خاطر يا سيدي خاطر الطلعه تاع زريفات بزاف المنصوره قول لي نغني لك انت قول لي انت ثاني قول لك شحال تعطيني من جهه استخبار تاع اللي كتبوا سيدي بومدين متى يا كرام الحيي وي انا عندي قلت لك وليد سفينجا جدو سفينجا ربي يرحمه جدو سفينجا حاجة صغيرة ريم حاجة صغيرة يا عريب الحي عيني تراكم ونسمعوا من خلف تلك الضياع لنداكم أمروا على الأبواب من غير حاجة حبي صافيا سقاني الهوى من الكأس حبي صافيا ويا ليته بالك نورمالمون او موا فو مي بريباري هكذا لا لا هذا هو الشو هذا هو الشو هذا هو برنامج الجزائريه شكرا عندك مجموعه موسيقيه وديوان والصوت انا سمي حمزه الفاروله هي تغني لا لا حمزه لو سوكلاغ حمزه كتاب كتاب وأي نعطيكم كما ينظر يقولوا قجور قجور تاع المجال هذا الحاجه اللي يعجبني فيها في حمزه انه في دوره خلينا من الدورات في التراث نروحوا للتراث عنده عنده في هذا القصيد وحافظ كاع القصيد نعم. برافو حمزه الله يبارك فيك ما شاء الله انا ماذا بيا كان زعما نصيب غير نحط لك الكاري هكذا هي يعني حمزه اليوم راهو في دور السفلى اليوم مي سي سا نعم. شكرا لك حمزه وشكرا لريم حقيقي على هذه القعده يعني العريقه وسهره فنيه بامتياز نروحوا لفاصل قصير ورانا راجعين الصح
الطهرية مازال متواصلة على قناة الجزائرية وان قناة كل الجزائريين في برنامج واحد برنامج الجزائرية. شو اليوم سهرة فنية بامتياز، لكن أكيد نروح نديرو دورة مع من؟ مع حمزة زكار. يلا جينجل. إليك الخط حمزة. لما مو يبدأها حسان نربط الحزام ونديماري. أنا مصباح أنا استنى فيك تبدأ حمزة. أنا استنى مصباح يستنى وحتى تبدينا. يعرف يدير كما ليسيوا. هيا حسان أطلع وحدة نربط الحزام. أطلع الكلمة ونديماري ويلا خف الوقت معنا. أطلع خف حسان خف. المسافرين المتوجهين لمدينة لمسان مع ضرب دورة مع حمزة زكار، ما عليكم إلا ربط الأحزمة والتفكير مباشرة في الموضوع. يلا يا حمزة زكار. إبا نبدأ سجي تاعنا ونقولوا لله حمام كي توصل الباب غرفتها ودخل، أجي على حجرها ونزل كون ضريف سيساني، ودات سل على الأصل قول لها تلمساني، قول لها من تلمسان من بلاد غرة الشجعان، راني قصدك دعيان لله لا تخيبني، العقل طار بلا جنحان صافر مشى وخلاني، لله يا ابن الورشان ادي سلامي وسعاني. الله الله عليك يا حمزة. الله يسلمك. إذن السوجي تاعنا هي غرناطة إفريقيا، غرناد تاع لافريك اللي هي مدينة تلمسان. لله يا بن الورشان. دقيقة 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 لازم نسمعها أنا هذه، لازم نسمعها. يوم نديروا دورة أكومباني. أكومباني وي. وين تصيبها يا حمزة؟ وين تصيبها حمزة؟ وين تصيبها؟ إذا حضرتها وحنا نعطوها تبلح. أكثر يحضر. وي. يلا. لله يا بن الورشان ادي سلامي الغصن البان، فطيمة بد بنت العيان سيبها على الدرقة على عيني، العقل طار بلا جنحان سافر مشى وخلاني. الله وإن شاء الله المشاهدين ما يروحوش يخلونا يبقاو هنا معنا. يلا حمزة. حمزة إذا حمزة البارولي ما بالموسيقى احنا دير هذه هي. انا الطياره طيب شو الطياره اللي راح بالموطور. قلنا حين نتكلموا على مدينه تلمسان او غرناطه افريقيا، يقولها غرناطه افريقيا لانه الاندلسيين نزحوا لها بكثره، وكانت اون كوبي تاع غرناطه اللي كانت عاصمه الاندلس. سميت قديما باكادير، واسم تلمسان عنده بزاف معاني. يقول لك أنه تلم وسان، تلم يعني تجمع، وسان هي إنسان، هي المدينة التي جمعت الإنسان فيها وبنات حضارة، لأنه تلمسان مدينة الحضارة وكانت توأمت بجاية في العلم والعلماء. وحين نتكلموا على شخصية دار لو فواياج من بجاية إلى يعني تلمسان. أيضا كاين واحد المكان تفكرت أنه عمي عبد القادر ربي يرحمه كان قالي عليها وهو تلمساني، كاين واحد المكان في تلمسان يزقولو بروانة. يقول لك بانه الاول اللي شرى لو تيران تماتيك راح في الخلا، وكي وصل لهذاك لو تيران هذا قالوا له هذا هو التيران اللي حبيت تشريه، قال لهم هنا ما كان والو كاين البير وانا فتسمت بروانة اللي موجود فيها الملعب تاع تلمسان. اذا تاريخ مدينه تلمسان عريق راح نمشوا فيه يعني باختصار، من الحضارة الأمازيغية كسكان أصليين لتلمسان، ثم الرومان، ثم إلى دخول الإسلام، ثم المرابطين على يد يوسف بن تشفين بطل معركة الزلاقة، وهو اللي بنى المسجد الكبير تاع تلمسان والمسجد الكبير تاع نضروما والمسجد الكبير تاع الجزائر عام 1097 للهجرة. بعد المرابطين استولى الموحدون على مدينة تلمسان على يد عبد المؤمن النضرومي اللي خلف المهدي بن أتومة اللي كنا تكلمنا عليه. ثم بعد الموحدين جاءوا بنو عبد الواد الزيانيين، بعد الزيانيين جاءوا المارينيين على يد أبو يعقوب الماريني، ثم جاءت الدولة العثمانية على يد عروج بربروس. عروج بربروس اللي توفى أو المعركة الأخيرة تاعو كانت في المشور في تلمسان، في المشور وين حاصروه الجيوش الإسبانية وعهدوه على انه يخرج من المشور هذا هو نشوفوا قصر المشور ويعني يخلي مدينه تلمسان وليه الامان. لكن للاسف الشديد بعد خروجه من مدينه تلمسان وفي طريقه الى عين تيموشنت قتل عروج. شارلوكان اللي يقول شارلوكان لو ماتر دو موند
الام تاعو كي توفات وصاتو قالت له انه مفتاح شمال افريقيا ولو كان تحبوا ترجعوا شمال افريقيا كلها نصرانيه نبداو باحتلال مدينه تلمسان. تلمسان هي اللي حتفتح لنا كامل شمال افريقيا. من الشخصيات المعروفه لمدينه تلمسان وحاجه اللي بيزار انيسا ك مدينه تلمسان مشهوره بشخصيه عمرها ما عاشت في هذيك المدينه. نعم. وتقولي انه البركه تاعو هي اللي جعلت ناس تلمسان يحبوا هذه الشخصيه وهو ابو مدين الغوك. ابو مدين اللي عمره ما عاش في مدينه تلمسان، هو من الاندلس نزل الى مدينه بجايه وعاش في مدينه بجايه. وقلنا انه ابو مدين شارك في فك الحصار او فك الخناق الصليبي على القدس ومشى بجيش كبير من الجزائر. بعد ما عاود ولا الى بجايه زقالوا الملك المغربي وقالوا ماذا بك تجي باش نشوفك. الملك المغربي انا داك كان خاف من القوه تاع ابو مدين اللي كان شكلها في بجايه. فلما وصل لمدينه تلمسان وصل الى واحد القريه يزقولها قريه العباد او تل العباد. كي وصل لهذيك المنطقه ابو مدين قال لهم هذه قريه العباد يحلو فيها الرقاد. وكان هو قلبه هارب من اللقاء تاع يعني كما يقولوا تاع الملك تاع المغرب. فارقد هذيك الليله وتوفى في هذاك المكان. الناس تلمسان تبركوا بهذا الشيخ البركه هذا يا سيدي ابو مدين الغوت وندموا عليه قصائد وغناوا حتى القصائد اللي يعني كانه هو الولي الصالح اللي ولي يعتبر نعم. اولياء الله الصالحين في الجزائر لا لا تلمسان ومن يعني. في تلمسان نعم اكزاكتومون لانه تلمسان فيها بزاف اولياء صالحين لكن اشهرهم على الاطلاق سيدي ابو مدين. قلنا انه من القصص اللي تكلمناهم على تلمسان وما نجمش نتكلم على تلمسان بدون ما نتكلم على شخصيه بلا ما نعرفها نحبها ونقول لهم انها تغيظني مانيش عارف علاه وهو ابو مدين بن سهله. ابو مدين بن سهله اللي معروف بقصه الحب تاعو مع فاطمه وبدع في كتابه القصائد عليها كيوم الخميس وجداني سدي مني سالا لك حل العين لله يا ابن الورشان لله لا تعذبوني يا جيراني. وتقول الروايه انه توفى بلا ما يشوف فاطمه هديه واكد للناس انهم قالوا لو كانت تعاود تولي الى مدينه تلمسان لانها هاجرت الى مدينه مستغانم قال لهم لو كانت تولي لتلمسان بلغوا لها سلامي وقولوا لها بانه مات وهو مازال يحوس عليه. هذه بومدين بن سهله من الشخصيات بقيت قصص الحب الا في الروايات والقصائد. طبعا نورمالمون كيما هذه القصص يكون روايات كما هذه تكون مسلسلات كما بن سهله وفاطمه كما حزيه وعمر وحزيه معناتها اسماء نشوفوا راي ريم حقيقي ريم حقيقي قصص الحب بقات الا في القصايد والروايات واقيلا اختي واقيلا لا لا كاين كاين قلب كاين ايضا من الشعراء المعروفين سو كي في بور كو كامل قصائد كامل قصص تاع الصغار وين كمل على خير غير فراق غير بالموت وقتها من اهم الشعراء ايضا ويؤكد على مرور الحضارات على مدينه تلمسان هو الشاعر ابن عمر اللي كتب ثلاثه زهوه ومراها وفي بيت سلام يقول يا حافظ القصيده خذ طريز النظام غني وقولها بجهار قال الفصيح بن عمر تركي وصاحب الاشعار لانه تركي الاصل وكان عايش في تلمسان في عهد العثماني. نوجدوا ايضا الشاعر اللي ماشي معروف بزاف وهو بن سليمان اللي توفى وكان في عمره 33 سنه ومن اشهر القصائد تاعو على الاطلاق يا قمريه البروج ويقول فيها يا قمريه البروج يا ياقوته في تاج يا الريم خديجه زورني يا بحر الطاهوج يا موسى الفخدوج ويجيب عليها قصيده يعني بالقافيه ممتازه وكلها تخلص بالجيب لانه المحبوبه تاعو واسمها خديجه. ايضا نتكلموا ايضا على شاعر يتسمى في الوسط الفني ببلام سايد لانه ما تعلمش في مسيد والاسم التحقيقي تاعو هو بلام سايد. هذا الشاعر هذا اللي انضم اكثر من 3000 قصيده في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. وايضا كان له الحظ انه بلام سايب انه يحج بالخلاف على سيدي خضر بن خلوف اللي ما نجمش يحج وما ساعدوش الظروف الماليه تاعو انه يحج. لكن لما راح للحج انضم قصيده تسمى من لغنمهم يا زيار واش غنم ويبداها ويقول محن تقوات وطاب شراب من لبه هو هنا عيش ونرفت الهم إذ كان ناداني المكتوب والتربه نمشي نغنم ما غنم وعرب وهجم فرجة الجبل وطواف البيت والكعبه من لغنمهم يا زيار واش غنم. يعني من شعراء القلائل في الجزائر اللي مشاو الى البقاع المقدسه.
اذا هذه هي كما حنا نقولوا الجوله الخفيفه. يعطيك الصحه بحمزه، قول لي كي دير الركن ديالك انت اللي تغير الموسيقى اللي ترافقك، راني نسمع بصوت الشاب خالد. الناس اللي ما تعرفش انه قصيده تاع بلا مسايب، لانه كتب بزاف، كتب كتب قصائد يعني عديده في منتحى الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قصائد اللي ما منتحاش الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قليله، منها بويا كيراني. بويا كيراني اللي انا نسمعه فيها بصوت الفنان الشاب خالد. نعم كاين بزاف لانه ما يعرفوش الشاب خالد غنى للشاعر بن سهله. نعم. بلا مسايب. كاين سؤال بك لخويا حمزه. حمزه كاين بعض الروايات تقول باللي الاسم الحقيقي الاسم مركب لمدينه تلمسان. يقال انك باقي تلمت الناس الانسان. الناس معناتها الانسان، لكن في يقول لك بالامازيغيه يقول لك تلوسين تلوسان، معناتها تالا تاع زوج عيون. واحد واش يقول هل هذا هل صحيح هذا ولا صح؟ وايضا يقولوا انها جمع لمدينتين. المدينه اكادير اللي عملها عده الروايات معروفه الاسم، والمدينه القديمه ايضا اللي كانت مؤسسه قبل مدينه اكادير اللي هي تلمسان. الاسم مركب من تلا وسان، معناتها تلمسان. هما تاريخيا يذكروهم كامل حسن كل روايه فوالا، وما نجموش نعرفوا وراه. نعم روايه صحيحه كما روايه تاع كما روايه الجلفه مثلا. اسمح لي الجلفه مثلا يقال انه بكري حسب الروايات يقال انه على جبل اسمه جبل حلفايا. نعم. والبعض اخر يقول بانه كاين ناس وين كانوا قاعدين ياكلوا في الدلاع، وماذا خلاو الموس في الجلفه تاع الدلاع وراحوا الى الاغواط. كي وصلوا الاغواط قالوا ونسيت الموس والراق، قالوا خليناه في الجلفه. وكل هذه الروايات معناتها نشوفوا باللي التسميه تاع المدن الجزائريه عند كل حاجه عندها حديثة وتاريخ وعندها. نعم عبدو. انا حبيت نسقسي خويا حمزه كما قال مقبله حسن، علاش ما يديروش هذه الروايات يديروهم افلام ولا مسلسلات؟ حبيت نسقسيك علاش ماشي انت دير سيناريو ولا تكتب سيناريو ولا، باسكو طريقه السرد ديالك عم بك كي تبدا تحكي تخليني نعيش فيهم في راسي خو. السرد وسيناريو حنا الممثلات راهم هنا يعني ماشي كيف كيف. ماشي كيف كيف. انا في هذا القصيد علاش ماشي معروفين وبالك تشاطرني الراي ريم، انه هذا الفن هدايا عنده 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 جمهور ضيق بزاف. في اون بيريود زمان كان الاندلس ما يسمعوهش كامل الناس، بصح علينا انه نعلموا الاجيال هذوما انهم يذوقوا لي هذا الفن. اكزاكتومون. نعم علينا حنا نخلوهم نشجعوا كتاب الروايات باش نرجعوهم يديروا ورشات هكذا باش يخرجوا لنا مسلسلات من هذا التاريخيه. نعم. حسن كما شفنا، اسمح لي كما شفنا عمر اسمه الحيزيه. حيزيه شفنا فيلم وقلنا مسلسل. نعم حتى اوبيرات اوبيرات نعم. شفناها في كل. علاش ما نشوفوش بن سهله وفاطمه ونشوفوا اسماء خديوي وخداوت ونخلوا الجيل الصاعد انهم يتربوا بهذا الاساطير. خلاص لقيت شكون تلعب فيها. حسن حسن احقاقا للحق انه بلا مسايب اكثر من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيدي بن خلوف يقول لهم نشكر اهل الصفا يعرفوني مأدب بلساني. محمد ما يخفى بلا مسايب عن طول زماني. صحيح. نمدح جد الشرفة صاحب الحوض حمد سلطاني به غاية طلبي. يعني على حمزة ان شاء الله ان شاء الله في هذا الشهر الفاضل يكثر المديح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه نختنم في كل مره رمضان باش الواحد يكثر من العمل الخيري الحسنات وكل واحد بطريقته. صابرين قالوا لي انت تانيك تغني هلا اللي قال انا على بالك تغني مليح اونغ. حنا قالوا لنا ماذا بينا تغني لنا عطيها الميكرو عطيها الميكرو غاول 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 حنا قالوا لنا حنا ما نعرفوش نغنيو. نعم نعم يس 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 اسمع ما نغنيش بيان حسن مقدم. حنا قلت لك باللي عندنا المدرسه. لا لا حسن قلت لك ما نغنيش مليح، قلت له احنا عاده الفنان هو المدرسه المشاغبين كاينين فالحن وشباب راهي موجوده. ولحن راه بنزينه مد لي بوان كاع. بالك بالك يكون عندك دور وتلعبي فنانه وتغني و لا جو بونس با دور فنانه بالك فن بصح حنا منانه خاطي منانه خليتها في الدار. نو يعني ما نقدرش نغني امبوسيبل دونك هذا ما جوي فو فيغ بليزيغ برك. هيا معليش احنا نشجعوا الشباب. احنا ديو اللي درناه الله والو كاش جو ما كان. لا لا انتم تغنوا بيان ولا غير تغنوا بيان. يلا معليش نسمع. مي ان مومون جو مي سوزي. اعطينا اللي ضاع تاع العراس. اعطينا اللي ضاع تاع العراس. مازال قلت بالك الميكرو كاش ما فيه ولا والله غير ما فيه والو. بالك الميكروفون ديالك. يلا ما تهربيش يلا 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 الصوت يلا واش نغني بصح خليني حاجه تحسيها. قلت لنا اونجلي اونجلي روحي
Only know you love her when you let her go. Staring at the feeling in the dark, sad and empty feeling in your heart. But love comes slow and it goes so fast. Yes. You see her when you close your eyes. Maybe one day you understand why everything you touch surely dies. برافو برافو صابرينا، يعطيك الصحة صابرينا. دوكا الآن لا لعبدو لا دوكا الآن ياسمين باش نسمعوا صوتك. أنا كاين حاجة ياسمين، كاين حاجة ما تغنيش ياسمين. ياسمين صرا لها حاجة مع واحد من الأزدياف كل يوم يتبع فيك، احكي لنا عليه. صح؟ يلا. Non, non, c'est un SDF parce qu'il y a les passants, mis à part la distribution qu'on fait tous les jours. Donc il y a toujours les passants, les SDF qui passent, ça. Je suis arabe, كاين ناس مساكين عندك فرونسي في الفيرا. معليش حنا نترجموا. هيا خذي الفرونسي. اسمع انا غنيت هي تغني قلت لك بهدلوني هي. لا لا هي دير الخير ديرك. لا لا بصح انت ممثله كما قال لك يقدر يطيح لك دور. ماشي معليش يقدر يطيح لك دور في هذا المجال. اي تخي بيان. دونك كاين هذا مسكين متشرد يجي لنا شفتوا انا دو جو ولا قبل كي درنا كي بدينا المطعم ديالنا لا ديستريبيسيون كان يجوز شفته بصح جامي جا. مع اليوم الثالث ولا يجي اي باغ هازار انا اللي نكون تما توجور انا اللي نمدلو ما في يجي مور العشاء اليوم انا بطيت شويه ما رحتش باسكو كان عندي الشغل وكامل بعد جيت لقيته ملي قال لي اختو راك هنايا قلت له بصح اليوم جيت بكري ويجي مسكين كامل بالاخت قلت له طلع قال لي شوربه اذا عجبوش قلت له بصح جيبي لي شلاضه Alors, le bistem, la tenue taille, gilet, babette, ou les gants, camel, tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est des lois que d'ailleurs, quand tu as dit que 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 tu حكمني صورني كنت باسكو جاي قعد كوم كان الغاشي داخل المطعم اون بوفي با يدخل وانتشرت بالك هاد لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي والله غير ما جات هكذا كبر جات هكذا كبر باسكو شغل جي سامباتيزي معاه مع الوز صح ماشي كنت خايفه هادو بصح شغل كنت بصح دوقا شغل وليت دوما نروح حتى لعندو قلت اليوم جيتني ياسمين نعرف بلي انا طارق وجماعة من أوائل لي فونداتور تاعنا ساشون كو حسن سي بارمي لي برومي دو ناس الخير فوالا حسن ما قلتها لهوش حسن صفقوا على حسن صفقوا على حسن لا باش نتكلم على من المشاريع تاعكم كي تشوفوا نتكلموا على لي اس تي اف هذوما ربما نقولوا هما نقدروا حنا في اي لحظه نكونوا هكذاك انت ماشي هما خاوتنا وقعت لكن الحاجه اللي شفتها في التواصل الاجتماعي من مدينه وهران نحيوهم من الشباب ما نبيش هما شباب فقط ما همش منضمين الى اي جمعيات سي ساوش تقول انسه دائما في كل حصه بكل حصه تقول باللي ينضموا الى الجمعيات انخرطوا الى الجمعيات هكذا باش يكون الخير خيرين كما يقولوا انا شفت واحد يقوموا بعمليه غسل يغسلوهم يلبسوهم يحكوهم كل شيء هذه الحاجه اللي نتمنى انه انتم على بالي ديروها انتم راكم من مشاريعكم كانت عندي واحد الفكره ثانيه تاع في بدايه مع طارق كنا راح نديروا تاع حومتي تاع نقي حومتك هذيك في 2011 ولا كذا 2011 نحن لا احنا كان المشروع اقل قبل ما داروا الان ونتمنى انه يعاود يرجع هذه الفكره هذه ان شاء الله هكذا احنا العمل الخيري هو اللي نشجعوه وسر تاع نجاح كل الحصص هو عندما نتكلموا على هاد الناس اللي محرومين في المجتمع هاد الناس اللي احنا كذلك نقدروا في اي لحظه نكونوا معاقين في اي لحظه نقدروا نكونوا ازدياف في اي لحظه نكونوا ما عندنا والو ولكن ما دام ربي عطانا الصحه هذه رانا بها ديروا الخير ديروا الخير نعم شكرا صراحة ياسمين لما تكلمت على المتشرد اللي كان ربما كي يشوفك يطمئن انك انت راح تمدي له حاجة سخونة يطمئن لما يشوف وجهك ف يعني حاجة تضحك وحاجة مؤسفة لأنه بالك راهو يتنافى هذاك الإنسان اللي على باله مش راح يردوا نو أنا بلا هذاك الشيء أنا كي شفته اليوم حسيت قلت هذا سي قلت هذا بعثه لي ربي باسكو كل يوم رانا 9 أيام
كل ما يجي انا اللي نكون سوا مور العشاء ولا هو توجور عندي مور العشاء. مي اليوم كي شفتو كان غادي يخزر فيا ويضحك كوم سي حسيت بلي كان يستنى فيا انا باش نعطي له. هذه هي ربي كتب يديري وهذه ربي كتب لنا انه نديروا حسنه في يومنا. يبعث لك الانسان اللي لازم تتصرف عليه ويحرموا روحهم يحرموا روحهم من من لمه العائله. نعم وعندهم اعمالهم. ياسمين عندك عمل يعني اكيد انا حسك شغل الام ديالو والله غير انا حسيتها كي شفتو اليوم ضحكت قلت لهم يا قلت لهم يستناو فيا والله جي ليسي لاباغ تاع باش يروح لي باش يروحوا كامل. شديتو اسمه نو هو هو تاع تاع لو كارتي تاع عين بنيان وين رانا المطعم ديالنا حنا كل يوم تما تحياتو ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله من السلطات انها تدير لهم ماوى لهاد الناس وموجود الماوى موجود لكن ما يحبوش يقعدوا فيه بزاف. نحيي والله ماذا بينا نشوفوا الجزائر ما فيها متشرد ما فيها عائله محتاجه ما فيها ارامل تتحسر على اولادها ما فيها ديور عجزه. نعم وهذا ما نتمنى ساشون جودون باك كم تي اكزامبل العام اللي فات كي درنا كي درنا نجيب لك نجيب لك تفطر اون فريمون ديكوفير استكشفنا انه الناس اللي راهم في ديورهم مخبيين اللي مساكن ما يقدروش يخرجوا ولا يحشموا يروحوا للمطاعم يفطروا كامل خاصه الشيوخه والعجايز. نعم دونك سيتي حنايا اون دي فيو مساكن اللي ما يخرجوش يبو با كويزيني ما يقدروش يطيبوا ما ولادهم بعادوا كامل اي كخواي مو سي دي زابيتوي انو بلا هذاك الشيء. هذا العام كامل عيطوا لنا وقالوا لنا يعني اسكو واحد جيبوا لنا الماكله كما العام اللي فات وكامل سيتي بور سولا كون اونكور شوازي لو كونسيبت تاع نجيب لك تفطر ونقادوا في هذا. شكرا لك ريم حقيقي انتم كفنانين لازم تشجعوا مثل هذا الجمعيات حتى انتم اللي معروفين لما تروحوا لمستشفى كما يقول لك حتى الابتسامه صدقه. طبعا انا ثاني جو في بارتي دون اسوسياسيون او غون دو بيانفيزونس. مليح جميل الحمد لله اون اساي تسمى كل واحد من جهته لازم يكون ينتمي لجمعيه ويعاونوا وحنا النهار اللي تجيو الوهره ندوكم جمعيتنا تشوفوها ان شاء الله. نحيي استاذ يعني الرئيس تاعنا الغالي وكل كل اعضاء أعضاء الجمعيات. نعم ربي يقدركم ويقدر الجميع كل الجمعيات اللي في الجزائر ونقول فقط أنه الجزائر العاصمة ما راهيش الجزائر المدن الكبرى ما راهيش الجزائر. إن شاء الله نتوسعوا في كل ربوع الوطن. وصلنا لنهاية البرنامج حسنك زعفان كي كملنا البرنامج دير روحك زعفان. لا لا انا الحاجه واحده من عمري ما نزعف في نهايه البرنامج لانه على بالي باللي هناك برامج اخرى. نعم. يعني الايام المقبله ولكن حاجه اللي ان شاء الله نكونوا خفاف على المشاهد الكريم وكنوا بحضور الجمعيات الحركه الجمعيه. مازال ما عطيتلكش كلمه اخيره. انا معليش نتكلموا على الجمعيات باش نقولوا كل واحد قادر يعاون ولو حاجه صغيره ما لا غير يعاون اي جمعيه موجوده حتى شبيبه في الجزائر حتى لي باج تاع الخير اللي موجودين في دعموهم ما دعموش حسن. يلا نقولوا اليوم من خلال البرنامج الجزائرية شو رايك في النهار اللي ما كنوش يعني في العمل نروحوا في سهرية ولا في النهار نروحوا نديروا جولة في المستشفيات ولا أكيد. في المراكز أكيد. وان شاء الله نعطيو ابتسامة للناس رانا هنا وان شاء الله نكونوا من الاول اللي يروحوا. ونقول لك حاجه باللي كاين بزاف شباب اليوم اللي روح حارم روحه من عائله تاعو متواجدين دائما في الـ في, الـ في الطرقات خاصه في لي زوطوروت اللي شفتهم انا تقريبا يحبسوك يحبس بالعقل. وكاين حاجه لازم نقولها من هذا المنبر يا ناس يا ناس بالكوا حوادث المرور راهي تزيد وتزيد وتحصد الاموات. يعني هذه ارواح جزائريه غاليه اللي راهو يروحنا من الكوفيد ولا يروحنا من هذا. نعم معناتها اليوم لازم نحافظوا روحنا من رانا نحاربوا في هذا البلد خاصة من اجل ان نعيش من اجل اننا نعيشوا في سلام. نعم. ونعيشوا في حاجه لازم الواحد يتفكر خوه. نعم. اللي ما عندوش ونقولوا حسن في هذه النقطه انه مواقع التواصل الاجتماعي نديروها من الجانب الايجابي ما نقعدوش نصوروا الا في موائد الافطار ولي غوسات لانه كان هناك محتاج كاينه نعم والمنشار مش بيه المنشار المنشار شويه نجارة على بالك زعما تدحي فيسبوك ترجعي كاع نجارة. نعم حسن ها هو الحلويات راهم قدامك نشكروا حلويات لغوا بيرتوتا خاصه فؤاد ضيفة تاعنا معنا
نعم خاصة نحيي فؤاد وصالح عمور على كل هذا الحيويات الحلويات اللذيذة اللي بعثوه من الجزائر تنقسم بين زوج لا 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 ابدا ابدا بالعكس التحية لهذا اللي صاحب اللي دار الجزائر احنا ما نقسموش الجزائر لا لا حسن هو دار التفاتة جميلة دارنا الجزائر لأنه نعم اللي نمثلوا كل الجزائر فدارنا خريطة عمرها هذه الخريطة بتنقسم هيك ها الله نعم اذا نعاود نحيي ها ما نقسموش حنا الجزائر لا لا دارها التفاتة للبرنامج التفاتة للبرنامج فقط نعم اذا نعاود نحيي فؤاد وصالح عمور وحلويات لغوا بيرتو توصلنا لنهايه البرنامج ريم حقيقي شرفتينا صراحه درتي لنا يعني سهره فنيه بامتياز كلمه اخيره الناس اللي يحبوك ريم حتى نخلوك تجهزي امورك سوغ سان احنا اولا صحه رمضان بيان سور كل الامه العربيه والشعب الجزائري خاصه وشكرا على هذه الاستضافه شكرا على هذا يعني سي تري سيمباتيك يعني حصه رائعه ميرسي عرفات نعم عرفات ميرسي بور لانفيتاسيون سي تري جونتي وكل الكاميرامان المجاهدين يعني الخفاء يعطيك الصحة وشكرا ورمضان كريم وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نكونوا خير من هذا العام ان شاء الله شكرا لك ريم حقيقي صبرينا كلمة أخيرة ربما الناس اللي هم متشوقين يكملوا يما تنين نعطينا سوسبانس ما نقدرش نحكي لكم بيان سور لا لا ما عطينا هكذا التشويق شوفوا تبعوا يما فو نالي با تخ ديسو باسكو واش راهو يدور في راسكم سا فا تو تافي الكونتخيغ شغل لو سيناريو تاع هذا العام جاي شغل كيما لي سيناريو على الامريكان شغل ديري في بالك حاجه ومن بعد في الاخر كامل حاجه واحده اخرى يلا ان شاء الله يكونوا دوكو تبعوا يما فو نالي با تخ ديسو وان شاء الله يوغا ميم يو سيزون 3 تاع يما خلاص كاين اكيد الموسم الثالث يا غا ميم سيزون 3 تاع يما نجيبوك تغني انت يا ويا تغني انا اختي انا غادي في يما انا غادي نغني في جده يديروا الحلقه الرابعه جده رجعنا وشاكت معني وشاكت معني قلت لكم دونك يوغا ان شاء الله سيزون 3 تاع يما ان شاء الله تبعوا وصحه رمضانكم وميرسي بوكو بور لانفيتاسيون شكرا على واجب ميرسي كومون يسابيل حمزه حمزه صباح الخير قاعد انا ما حكيتش حمزه عنده سيناريو هكذا هكا عفوا ميرسي ا تول موند ديجا يعطيك الصحة ونتمنوا لك الخير في مشوارك الفني وإن شاء الله تكوني ممثلة كبيرة ياسمين نعي نقول لك شكرا قليل عليكم لكل الفريق ديال الناس الخير إلا عندك ديباج ولا رقم تمديه للمشاهدين تفضلي Tout d'abord, je veux juste faire un petit dédicace par rapport à notre ancien chef, Monsieur Raisi, qui est avec nous durant cette année, qui nous a accompagné la tahsihto, inshallah. C'est là pour des raisons personnelles, qui ne peut pas continuer avec nous. Donc, nous remercions. Parce que quand même, nous remercions avec nous, et nous sommes tous les bons et donc, yatih saha, Monsieur Raisi. Je remercie la nouvelle chef, la Imana Tenti, yatih saha. Aussi jeune, ou c'est-à-dire assez engagé, c'est sa première expérience tennis. Aussi, je remercie beaucoup, beaucoup les équipes ou les bénévoles tana, parce que croyez-moi, ça c'est vrai que nous on est là, mais blâ les équipes, blâ les bénévoles, c'est-à-dire c'est un grand, grand merci. Même Houma, ils sont aussi jeunes, ils sont les hommes ou ils font la distribution qui connaissent servir le mec là. دونك فريمون يعطيهم الصحه ميرسي بور لانفيتاسيون ميرسي عرفات عاودي لنا برك ناس الخير في الفيسبوك جو فو دون برك لي نيميرو تيليفون جو لونس لي نيميرو تيليفون باش اللي حاب يتصل بور لفتو ولا بور لي ورقات هي الرقم راح تقولوا 065 60 066 00 والا على الفيسبوك ناس الخير بالعربيه والا على الفيسبوك او ناس الخير اوفيسيال يعطيك الصحه شكرا لك ياسمين حمزه زكار شكرا على هذه الدوره الجميله كلمه اخيره الناس اللي يحبوك ويتبعوك اني سايتك الصحه ان شاء الله كلوا فينا واستوفينا شرف كبير ان تكون معنا ريم حقيقي احد يعني سفراء تراث لا مادي في الجزائر حسن لو يقسم في خبزه حلوه خويا عبدو الاخوات الكريمات يعطيكم الصحه نجيبوا صباك ان بتي كوكو لبنتي نيهال 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 وحدها وايوب اللي في عمره 3 شهور كاين واحد برك عزيز على قلبي وصلت لي حكايه برك معاه صغيره اليوم هكذا يا قال لي قول لي اوموا عاود لك تشي بقصيده ولا صغيره هكذا برك نقول له يا من عاديتني من غير سباعي بعليك ما تلقى يا مليح في الظهر بحالي دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت مجيك لا عيش طابلي ولا نوم حلالي
عيط عيط حنينه وفيقت من كان نايم فتنو قلوب المحنه ورقدو قلوب البهايم خلاص هاكم متسامحين ما لابس حمزه زكار ما عنجا كامل يعطيك الصحه حمزه زكار حسن راك هذاك القط ودقدقتو لا لا على بالك الشحنه اسمع رجعت رجعت شنطيط على رجع يلا حسن كلمه اخيره اللي يحبوك ويتبعوك صابرين ان شاء الله التالق ان شاء الله وكنا نمزحوا فقط ولكن يما قلت لك يما ان شاء الله يبقى مشروع كل المشاريع الموجوده في الجزائر كل الاعمال اللي قدمت في كل القنوات نحيوها ونطلع تحيه كبيره نعم. كل مجهودات لكل الممثلين كل المخرجين كلهم برافو عليكم رغم كل الانتقادات يبقى هذا الانتقاد يخدم كل عمل نعم. ان شاء الله هذا الكم الهائل من الاعمال هي حاجه تضاف الى الفن في الجزائر الفنانين الجزائريين نعم بسلبياتها بسلبياتها وايجابياتها نعم. من العمل الخيري برافو عليك وتحياتكم سلام ونتقوا في الاسبوع وكثر ما تكثرش قلت لك كثر ما تكثرش الغيابات كنت ماركي انا الماركي راني انا كاين عندي ظروف مبرره لا لا مبرره على بالها بلي عندي ظروف هي اللي ما تخلينيش نكون تقريبا كل الايام وتحياتي للجميع علاش نسمحوا لك حسن اعذروني يا اهلي راك معذور راك اعذروني يا اهلي مشوا لك حسن يلا عبدو اشكر انا والله غير اليوم انا فرحان كي تخلص ليميسيون باسكو راح نسمعوا الفنانه العظيمه ريم حقيقي والله عنده بروسه تاع الذهب صار عليك حسن عظيمه 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 والله البروسه عمري ما شتها وسنانها بالذهب خلاص حسن ما تحرقناش صحيح ليه صاحبي كتر كتر صاحبي كتر عجبك صحيح اختي صابرين نتمنى لك كل نجاح والله غير كما يقول لك اسيوريتي في الفيلم تاع يما ربي يعيشك نتمنى لكل النجاح ان شاء الله الاخت العزيزه ربي يقوي خيرك ان شاء الله وان شاء الله مزيد من النجاح في الجمعيه ديالكم خويا حسن برك ما تشوش على حسن برك ما تشوش على حسن برك انا نهضر خلينا نهضر خلينا نقي كلمه اخيره الجو القوي هذا خوتي السلام عليكم نتلاقاو الزمانه الجايه ان شاء الله شكرا لك ابوني وحسن المسكين عنده 2000 ابوني ابوني حسن كركاش ما دمهم دينا والو 10 برك والله شكرا لكم مشاهدينا قلنا انه ريم حقيقي تفضلي سيغ سان حتى تجازي امورك قلنا انه برنامج الجزائرية شو يطلع لكم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس في سهرية خاصة بشهر رمضان نحيي ونور جبروني اللي هي راهي دير إهداء لسارة مخناش من زيرالدا ملابس أنيسة من عند كرياسيون ليلينا سعيد حمدين نشكرها على كل هذه الأزياء التقليدية نتلقاو في المواعيد الأخرى بإذن الله في أمان الله إلى اللقاء حبيبي يا محمد بلا يطلع الفجر ويبان على Yeah.
بشريعتي وفي أبصار التوحيد عرفتوني مات سقنا على الغلا واللي شرى يربح منه يدوي ويطلب من مولاي بالجود يقلع له غبنه شافعنا رسول عليه الصلاة
قصتي والذهب بغيت نعشل تحت ركابو شموس الخيار صابو يفنى منها غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامي من عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامي من عند الله you